سلام المسيح معكم مشاهدينا عبر شاشة نور الشرق ونور سعد. بالعهد القديم كان الاعتقاد انه كل يلي بيموتوا بيكونوا بالشيول او مسوى الاموات، ومنتذكر انه القبر بحوران هو شول ان كانوا ابرار او اشرار. هاللفظ صار بالعربية ببعض الترجمات جحيم، يعني مقر العذاب. بعدين دخلت كلمة تانية جهنم. بالأصل جهنم هي موضع تحرق في النفايات قرب أورشليم، فبتبقى النار مشتعلة ليل نهار. على هالأساس تكلم أشعيا بنهاية نبوءته عن نار لا تنطفئ ودود لا يموت. إذن هي صورة من العالم المادي وصلت للمعنى الرمزي منذ القرن الثاني قبل المسيح، يعني مع دانيال. وسفر المكابيين الثاني بيتحدث عن الأبرار، فيضيئون كالكواكب، أما الأشرار فيمضون إلى العار والازدراء الأبدي. مع العهد الجديد بتكون جهنم دايما قبالة السماء أو النعيم. مثلا بمتى 25 بيقول الرب ليلي عن يمينه: تعالوا يا مباركي أبي، وليلي عن شماله: امضوا عني يا ملعين إلى النار الأبدية. وشبهت جهنم خصوصا بالظلم البرانية، بمعنى أنه يلي بينعموا برؤية الله هن بداخل العيد، وأنه الآخرين بالخارج ما عنده نور لكن ظلام دامس. وتعودنا على التصوير الكنسي أنه يرسم جهنم ويتصور فيها العذابات من الحرمان والنار وآلات التعذيب المتنوعة يلي عرفها عالم الشر على الأرض. أما النظرة العميقة فأول عذاب من جهنم هو الابتعاد عن الله. فنحن المخلوقين على صورته ومثاله والمرتبطين في ارتباط حميم، لما منبتعد عن الله منحس بالتمزق الداخلي يلي عبر عنه القديس لوقا بخبر لعازر والغني. وبيبقى انه الانسان هو يلي بيختار انه يكون بالعيد مثل الابن الضال، او انه يبقى خارج لانه رفض انه يدخل مع انه بيه ترجي. على كل حال بيبقى مفهوم جهنم سر كبير ما منقدر نفهمه بعقلنا، فمنترك الرب بنفسه ينبهنا ويحذرنا انه لو رفضنا السماء ما إلنا مكان غير جهنم يلي صورها سفر الرؤيا بالنار والكبريت. جهنم هي عنوان حلقتنا لليوم من برنامج الكلمة مع المونسيور دكتور بولس الفغالي، دكتوراه لاهوت، دكتوراه تاريخ أديان، دبلوم عالي كتاب مقدس. ورح نتأمل بإنجيل لوقا الفصل 16 من الآية 19 للآية 31. مونسيور أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك. فإذا إنجيل لوقا الفصل 16 من الآية 19 للآية 31 هو النص اللي رح نتأمل فيه اليوم واللي بيحكي عن الغني والعازر. تفضل مسيحير. وقال يسوع: كان رجل غني يلبس الأرجوان والثياب الفاخرة ويقيم الولائم كل يوم. شوف حالا الشخص اللي عايش ما معه خبر إلا حاله وإلا حياته المرتاحة، حياته المرتاحة. وإذا انتبهتوا رجل غني ما عنده اسم، ما عنده اسم. والغني أساسا ولو ما معه كثير بصريات هو الذي يستغني عن الله، كأنه الله غير موجود. وكان رجل فقير اسمه لعازر. عادة أحبائي بالأمثال ما بيعطوا اسم، لكن هون الفقير عنده اسم، وهالاسم بيلخص كل حياته. لعازر يعني الرب معونتي، الرب يساعدني. إذا هالفقير، وهم نشوف بين بعضهم الغني يستند إلى ماله، أما الفقير يستند فقط إلى الله. من هون أهمية الاسم، مش لأنه نقول مثلا
انه هذا كان كذا، لا، الاسم وحده بيعطي الاحس. تغطي جسمه القروح، وكان ينطرح عند باب الرجل الغني ويشتهي ان يشبع من فضلات مائدته، وكانت الكلاب نفسها تجي وتلحس قروحه. شفتوا شو هالصوره الهائله، من جهه شخص كله غنى، ومن شخص ثاني شخص كله فقر، ولكن المهم لعازر جعل ثقته بالله. وهون انتبهوا، كثير مهم، ذكرتيها هك الساعه ماري تيريز، انه اللي ما عطي خيه تياكل وتيشرب والى اخره امضوا عني يا ملعين. فاذا رح نشوف من اول دقيقه انه هالرجل الغني محكوم عليه بجهنم، لانه خيه حد منه هالفقير ما بيساعده، حتى الكلاب كانوا احسن منه ويجوا ويعزوا. هذا حياتنا على الارض. وهون منشوف مرات عديده نحن منكون اي شيء، مثل بقول المثل، لناكل ونشرب فان غدا نموت. مرات عديده منشوف كثير من الناس انه نحن عايشين وحياتنا مبسوطه وبيتنا حلو وعنا الخدام وعنا الصناع وبألف خير. اي ساعة بيبين، اي ساعة بيبين خطأنا الكبير عند ساعة الموت. اية اذا بعدنا احبائي، لوقا 16 اية 22. ومات الفقير فحملته الملائكة الى جوار ابراهيم، بالمعنى الحرفي الى حضن ابراهيم. اول شيء مات الفقير، مات الفقير، ورح بتشوفوا انه الفرق اللي بعد شوي. حملته الملائكة، الملائكة يعني الله ارسلهم اليه الى حضن ابراهيم، هي مبدئيا حضن الله. نحن ما انه ابناء وبنات الله، نحن منكون بحضن الله. لازم نعرف انه الله عنده 7 مليارات حضن، كل واحد بيقدر يقول انا بقدر كيون بحضن الله. انا كالابن، انا كالابنة، انا الابن الوحيد عند الله اذا بدكن، انا الابنة الوحيدة عند الله. وهيدي من اهم اشياء بحياتنا. انتبهوا، مات الفقير، الغني، مات الغني ودفن. يعني وضع بالارض، لم يؤخذ الى حضن ابراهيم، الى حضن الاب. هيدي اول معنى، بس المعنى الأهم بكثير يا بنتي. عملوا له دفنة رائعة، جابوا النوبة وست سبع كذا مشايخ أمطارين والأكل والشرب، عملوا له شغلة طويلة عريضة. بتذكر كنت بعد صغير، مات ست هونيك غنية مع مصاري كثير، كلوا يلا اشبعوا، ما كانش عند حدا وراها. إذا دفن ينطلع له أحلى دفن، أبها بأحسن كنيسة، بأحسن جامع، غير شيء غير شيء غير شيء. هذاك بالكاد جو جمعية مرمصود دوبول ودفنوا. ورفع الغني عيني وهو في الجحيم يقاسي العذاب. هيدي أول كلمة ذكرناها ساعة بالمقدمة، الجحيم يقاسي العذاب. إذا هم نشوف أول كلمة الدم، ورح بنشوف الآخر. فرأى إبراهيم عن بعد ولعازر بجانبه أو في حضنه مثل ما قلنا، فنادى ارحمني يا أبي إبراهيم وأرسل لعازر ليبل طرف إصبعه في الماء ويبرد لساني، لأني أتعذب كثيرا في هذا اللهيب. فهذا هيدي أول فكرة مهمة جدا، هو العذاب. هل العذاب نحن عنا، ما ننسى نحن أباش عنا جسد مثل ما هلأ هوني، مثل بيقلنا مربولوس، الجسد والدم ما بيروحوا لهوني، هو يضلوا بالقبر وبيفنوا، لأنه هوني شوية كربون وشوية ماء. لكن عم بيقلنا العذاب، شو أبشع عذاب على الأرض؟ هو النار، هو اللهيب. وهوني مهم جدا ما ننسى ابدا، الرموز بالكتاب المقدس هي
هي هي. الرموز النار يعني الله حاضر، لكن بعد ما يكون حاضر حتى يرتاح، حتى كنت راعون يكون بحضن ربنا، صفى ربنا حضوره موضع عذاب. مثل ما قلت بهك ساعة بالابن الضال، لعيد حد منه الرأس الأنوار وهو رفض وقعد بالزاوية، وهذا هو العذاب اللي هو أصعب عذاب. نحن ما عندنا اليوم الإنسان بيصير بجسد غير هالجسد اللي احنا بنعرفه، ما بنعرف كيف بيتعذب، لكن نعرف نحن الصورة، الصورة المهمة اللي قال إشعيا النبي: تخيلوا الدود عن ينخروا نخر، بدي كيف، أو النار. بده يعطينا فكرة عن العذاب. وشو ناطر؟ ناطر نقطة مي. عم نشوف دائما مهم جدا لما الإنجيل بخبرنا هالأشياء حتى ينبهنا، لأنه بالكتاب المقدس، وهيدي مبدأ بكل كتاب مقدس مش بس الأناجيل، دائما ربنا اللي بيهدد، اللي بيقول كذا، حتى كنت رعول يفزعنا. هل الأشخاص اللي ما قاعدين بحضنه ما رح يفزعوا، بس الأشخاص اللي بعاد عنه لازم يفكروا. لكن هالغني لكن عنده كل شيء، لباس الطعام الشراب، لكن معتر وصار. فإذا أنت أيها الإنسان عرف حالك وين رايح، وهيدي كتير مرة يسوع بيقلنا إياها، مثلا مرات عديدة، مثلا بيحكي عن أيام نوح: كانوا يأكلون ويشربون وإجت الدينونة. وهوني شفت على الحيرك هوني الجو اسمه على بنا بألف خير، هو شو صار عندنا مثل تاني بلوقة كمان: الغني الجاهل يعني يعتبر الله غير موجود. غلال قد ما بده وسع غلاله، في هذه الليلة تؤخذ نفسك، يعني بيصار مطرح مهوني. فهذا أول شيء عن يصورنا الإنجيل العذاب الذي ينتظرنا. ومثل ما قلنا بالأول إنه هذا سر، ما بنعرف كيف هو العذاب، لكن نحن عنا صورة. مثلا ناخذ صورة، إذا بدنا طفل وفي بينه وبين أمه حاجز وعن يصرخ بده أمه، هذا العذاب لا يحتمل، وهذا بعدنا على مستوى الأرض، أشحال على مستوى السماء. فهذا هوني كتير مهم، عندنا صور عن الأرض بس بدنا نروح بعيد. مثلا اليوم واحد عم يحترق، ما في عذاب عقده، وإننا نفكر أنه هذا لا محدود العذاب الذي يمكن أن يأتينا من جهنم. وهيدي كتير مهمة، هيدي كتير مهمة نعرف اللي بده إلا يسوع هوني، أنه توقوا العذاب الذي ينتظر الذين لا يعرفون من في حد منهم، وشو بدنا يساعدوا وشو بدنا يقووا. بيجاوب إبراهيم: أنت نلت نصيبك من الخيرات في حياته، ونال لعازر نصيبه من البلايا، وهو الآن يتعزى هنا وأنت تتعذب هناك. فإذا صار في نوعا ما، لأنك أنت حبيت هالشي لك وين وصلت. وبعدين: وفوق كل هذا بيننا وبينكم هو عميقة، لا يقدر أحد أن يجتازها من عندنا إليكم ولا من عندكم إلينا. يعني فصل تام، إذا بدنا مثل ما قلنا بالمقدمة، فصل تام بين سعادة السماء وعذاب الجحيم. خلاص لما الواحد بيقول لهم تعالوا يا مباركي أبي هو النعيم، امضوا يا ملاعي هو العذاب القوي. فأذن أول فكرة بهالمقطع الإنجيلي عم بيشدد قد ما فيه على العذاب، عم بيشدد قد ما في فصل تام بين السماء وجهنم. وهو بنشوف ساعتها الدايش كأنه يسوع ينبهنا دايما. إذا بننتبه بأمثال عديدة، مثلا بالوزنات مثلا: يا لك عبدا صالحا وأمينا. الثاني: يا لك عبدا صالحا وأمينا. ثالث: قيدوه
بيديه ورجليه وارموه في الظلمة البرانية. يعني يسوع عطي المثل خمس وزنات، ردوا خمس وزنات، وزنتين وزنتين، وتشدد إذا بنقرأ الإنجيل هذه جبل صغيرة، هون كتير قاسي، لأنه كأنه ربنا بده ينبهنا نحن اليوم خاصة لمرتاحين ماديا ما عندنا أي مشاكل، بده ينبهنا إنه الحياة هون بإلا مرموس، ليس لنا هنا مدينة باقية بل ننتظر الأخرى. بنشوف الناس بيتقاتلوا على الأرض على المال، بيقتلوا بعضهم كذا إلى آخره، كأنه كل شيء هو هون، كأنه منجمع ناخذ مصريات هذا نظلم هذا هون كلها سوا ونكدس وما بنعرف إنه النهاية وين. إذا أول تنبيه بهالإنجيل هو كان نحن ليك يا إنسان، ليك يا إنساني، شو ناطرنا إذا نحن ما طلعنا بجارنا؟ كتير مهمة هيدي، وهذا المثل لأنه الدينونة ذكرتيه وأنا أذكره ثالث مرة قد منه مهم. كنت جائعا ما أطعمتموني، كنت عطشان ما سقيتموني، كنت غريب ما أويتموني، أمضوا يا ملاعين إلى النار الأبدية. هذا القسم الأول بهالإنجيل. القسم الثاني نعم مسنيور، بس أنه مشكلته للغني أنه مش أنه معه مصاري، يعني عسما بعدين بيفكر المشاهدين أنه كل شخص غني مصيره العذاب وجهنم وهيدي الأمور، لكن لأنه ما كان عم يلتفت إلى العذر إلى الفقير اللي قاعد حده ويهتم فيه، يعني هيدا يلي بيودي إلى في جهنم. في اثنين حبيبتي، أول شيء الغني، كلمة غني هو الذي يستغني عن الله، هيدي أهم شيء. مش اللي ما غني كتير. أول شيء يستغني عن الله، في كتير ناس بيبقوا ما عندهم كتير مصريات، فبدي كيف يستغني عن الله. فإذا وتاني شيء بيسميه يسوع ممون، يعني المال يمكن أن أستند إليه، هون لعازر استند إلى الله هون. فإذا أول شيء كتير مهمة، أنا أستند إلى المال، عندي ثقة بالمال، أنا حياتي بألف خير، وإيش بدي؟ ليش وإيش بدي من الله؟ إيش بدي من الله؟ بخبروا خبريك واحد غني، قالوا له شو بدك من الله؟ قال له هو شو بده مني؟ في طريقة نقعة بس كتير مهمة هاي. فإذا أول واحدة لما الإنسان بيكتفي من هيك، لما الإنسان مثلا بيفتقر أو بيمرض أو بيتألم بيرجع لحاله بيحس حاله انه انسان، لكن اللي بيكون معه مصير بحس حاله انه والله. واحده اثنين اللي قلتيها انت مأكد، اثنين كتير مهمه انه مهتم، لانه كل عطيه من عند ربنا اذا ما كانت لخيرنا وخير قريبنا بتصير حكم علينا. شو ما كانت العطيه، في استعمل الذكاية انا حتى اخرب الناس واشتروا بس المال، في انا بالمال اشتري الناس استعبدهم. فاذا هيدي كل في خطر من هيك، من هيك يسوع بيقول لهم لا تعبدوا ربين، الله والمال. اذا ما عبدت الله مثل اليعازر بدك تعبد المال، وها بنشوف هالتكالب على جمع المال باي طريقه. بتشوف الخي بيقاتل خيه، الجيران بيقاتلوا بعضهم على شبر أرض، بتحسي حالنا أنه الدنيا كلها سوا هي مال من هاو ساعتها. بس مثل ما قلتي أنت، والتاني مهم جدا أنه بده هون ينتبه على حد منه، وقد منه قاسي نجيلها الكلاب اللي هي حيوانات نجسة شفقت علي وصاحبنا أمعوش خبر. فهذا أول مقطع بالإنجيل بيشدد كتير على العذاب وشو السبب ليش بتروح لهونيك أنت. والمهم جدا وهيدي بنكمل سؤالي أنت هك ساعة، اليوم المال بيقول كل مال إما هو سرقة إما ورثة عن سرقة، ما حدا بيجمع بالمليارات حبيبتي بيجمع، ما بيصير، ما مستحيل هيدا. فأذن هالأهار عادة بيسمي المال مال الظلم،
انجيل لوقا بيسميه مال الظلم. كثير مهمه. اي متى يصبح مال الحق؟ لما بنعطيه. فاذا هون الغني، وهذا كلام مش حيث غني، اذا انا معي مال وانا بعطي انا مني غني. بس لان اذا انا عم بكدس المال وبجمعه لي انا، هذا مش اعتماد، انا عندي ثقه بالمال اكثر من الله. نعم. ثاني وحده وهيدي هون القسم الثاني. فقال الغني ارجو منك، شو بدي اقول بالقسم الثاني؟ القسم الثاني بينبهنا يسوع كيف بدنا نتهرب من جهنم. فاذا هوني هاي حالتكم، انا هلا عايش على الارض، كيف انا بدي ما اروح على جهنم؟ بيقول له ارجو منك يا ابي ابراهيم ان ترسل لعازر الى بيت ابي لينذر اخوتي الخمسه لئلا يصيروا هم ايضا الى مكان العذاب هذا. في كلمه هوني دائما انا بحب شدد على الارقام. كم خي عنده هوني؟ خمسة. كثير مهمة. شو المقصود؟ كثير. خمسة كثير مهم. وخي عنده شو؟ ستة. ولو انه يستقبلوا لعازر بيتهم تصاروا، كان سرق من الكمال. سرق من الكمال. كان ساعتها السبعة كانوا بالسبعة. فاذا اليوم انتوا ستة، انكم الناقص. خلاص. فاذا هوني دائما الارقام كثير مهمه، انا بشدد عليها بالعالم القديم كله والكتاب المقدس والاناجيل، الرقم له اهميه. خمسه اذا متذكر مثلا شي ذاته بالنسبه للسامريه بيقول لك كان عندي خمسه ازواج وهلا الست مشركه، من وعريسي الحيه يسوع المسيح. وهوني يا ريتكم استقبلتوا لعازر، استقبلتوا لعازر كنتوا صرتوا سبعه وساعتها كنتوا وصلتوا الى النعيم. فاذا هون مهم. والحلو في مقطع بالانجيل بيقول مين بيستقبلنا بالسماء؟ الفقراء اللي ساعدناهم بيستقبلونا بالسماء. هائله حلوه. هن بيستقبلونا ونيال بكون هلا عرف هو يجمع ناس يستقبلوه فوق. كثير حلو. فقال له ابراهيم عندهم موسى والانبياء فليستمعوا اليه. هاي الطريق لما قال له الشاب الغني ليسوع ماذا اعمل لارث الحياه الابديه، يعني حتى على جهنم ما في، او هاي قال له احفظ الوصايا، احفظ الوصايا. وهون شو قال له؟ عندهم موسى والانبياء فليستمعوا إليه. عندك كلام الله فيك تقريه تتأمل فيه، عندك وصايا الله حتى تعرف وين بتبعد عن الشر وين بتعمل الخير. لما بتعمل حالك الله مثل آدم تصير مثل الله، وانت بتقرر شو هو الخير شو هو الشر، شو هو الخير بالنسبة لك شو الشر بالنسبة لك، فأذن تأتي إلى مكان عذاب هذا. هاي أول واحدة. نعم. تاني شيء، لا يا أبتي إبراهيم، ولكن إذا قام واحد من الأموات وذهب إليهم يتوبون. شو ما بنسمع نحن اليوم، لاش مين إجا من هونيك ومين قالنا أنه كذا فيه وبارك انتهينا هون؟ عن نسمع أشياء أسمع اليوم كل دكي. فاذا بركي لعازر خبرهم راح يصدقوش، راح يصدقوا مؤكد. بيقول له هون كثير حلوه، ان كانوا لا يستمعون الى موسى والانبياء فهم لا يقتنعون ولو قام واحد من الاموات. منو هالواحد الذي قام؟ يسوع. اذا هون هالكلام يتوجه بشكل خاص الى اليهود. الى اليهود، يسوع مات لكنه قام. إذا يسوع ولم يصدقوه ولم يسمعوا كلامه. إيه؟ إذا قام. إذا يسوع مين بيقلنا إنه حدا قام؟ يسوع المسيح بكفي. من هيك مرموس لما بيحكي لنا على القيامة قلناها من زمان، نحن المسيح قام إذا نحن نقوم.
نعم. إذا لا صباح الله المسيح ما قام نحن لن نقوم. فأذن أول شيء نتطلع بكلام الله، ثاني شيء نتطلع بيسوع المسيح هو الذي قام. فأذن مين جاء من هونيك؟ يسوع المسيح بكفي. إجا يسوع المسيح هو قام ونحن نقوم معه. نعم. كثير هوني نفهم لساعتها نكون أول شيء شفنا العذاب الذي يمكن أن ينتظر الخاطئ، من تلك جهة ماذا يفعل الإنسان؟ اسمعوا كلام الله، قرأوا كلام الله، وخصوصا الإيمان، طلعوا بيسوع المسيح وعيشوا كلام الله لحتى ما توصلوا للعذاب. نعم. نحن رح نتوقف هلأ مع استراحة مشاهدينا، وبنرجع لحتى نتابع الكلمة موضوعنا عن جهنم. خليكم معنا منتابع الكلمة نحن وانتم مشاهدينا وضيفنا المونسيور بولس الفغالي. موضوعنا جهنم. من بعد ما شرحنا انجيل لوقا الفصل 16 من الايه 19 للايه 31، مونسيور اكتشفنا انه الكل الى القيامة، الابرار الى النعيم، الى حضن ابراهيم او الى حضن الاب، اما الاشرار فالى النار والعذاب. ولكن انطلاقا من هذا النص، هل الجهنم رح يكون فيها نار مزبوط مثل ما بيصوروا لنا اياها؟ حتى ببعض يعني بعض الاشخاص بيقولوا انه ببعض زهورات العذراء بتقول انه هي نار وبتفرجيهم صوره النار وكيف النفوس تسقط في النار، اللي بتكون طالعة على السلم وتسقط في النار. يعني هي رؤى شافوها الأشخاص اللي بتظهر عليهم العذراء. وحتى سمعت مرة أحد الأشخاص عم بيقول أنه أحدا دقر طاولة واشتعلت الطاولة لأنه حتى إيده صارت نار، يعني وكأنه هي عم بتكون نار مادية مزبوطة. يعني عم بيصوروا لنا جهنم مكان وفيه نار مشتعلة، مع العلم أنه جهنم مثل ما ذكرناها بالمقدمة هي مكان وادي بإسرائيل بيحرقوا فيه الزبالة، ولأنه عطول النار مشتعلة أخذ يسوع هيدي الصورة وعطى. فكيف بدنا نشوف اليوم جهنم؟ المهم أهم شيء الكلمة الأساسية هي ابتعدوا. أهم شيء بالنسبة لجهنم ابتعدوا، امضوا عني يا ملاعين الى النار الابديه. هون شفنا النص، بيننا وبينكم مسافه بعيده. اذا فتحنا متى بفصل 7 راح يقولوا له هون باسمك طردنا الشياطين، باسمك عملنا العجائب، ما عرفتكم خط، ابعدوا عني. اهم شيء بالنسبه لجهنم وهيدي لمكان ولزمان، ابعدوا عني. يعني هالبعد عن الله، هذا البعد عن الله، هذا أصعب شيء بالنسبة. وكل النصوص أما جبتها بالصدفة الناس في غيره، ابعدوا عني. فأذن أول ألم وأصعب ألم هو البعد عن الله. ونحن قلناها بالمقدمة، لما الشخص أنا مربوط بالله وعن نبعد عن الله، بحسوا هالتمزق. يعني ماخذ فكرة صغيرة مثلاً، انت عندك ابنك مثلا عمره 5 سنين، انت عم تشد فيه وانا عم شد فيه من هوني. يعني هيدي كلها صور. ونحن لما بنحكي عن جهنم كلها سوا هيدي صور، لانه بالعالم الاخر لا بقى فيه لا زمان ولا مكان، ولا بقى فيه لحم ولا بقى فيه دم. خلصنا، اخذنا جسم اخر. كيف؟ ما بنعرف. نعرف بس انه يسوع المسيح لما قام من بين الأموات كان في جسد ممجد. هلأ كيف بيكونوا أجساد الراحين على جهنم؟ ما بنعرف. هالشي مثل ما قلنا نحن هون أمام سر، بس بنعرف فرش شغلة، أنه هناك عذاب مهم جدا وأهم من عذاب الجسد. كثير مهم، نحن بننسى بعض المرات العذاب الجسد مقبول. اليوم إذا ولد عم يتألم وأمه حد منه، ما بيتألم أكثر؟ أمه. فإذا اليوم في عندي بأعماق شخصيتي، بأعماق ذاتي، الألم لا يضاهي أي ألم على وجه الأرض. يعني بس حسب الشخص عمل له 50 صوت على ظهره، بعدين بيغسل إذا بدنا وبيزيه إذا بدي. فإذا لكن لا
الألم الداخلي، هالوجع الداخلي إذا بدي، هالعذاب الداخلي، هذا ما فيش ألم يضاهي أبدا. إذا هون فإذا نحن اللي بنقول ما في جسد وما في مكان، صرنا خارج المكان وخارج الزمان، إذا لا بقى نحكي عن مكان. نحن بالماضي اللي هو تحكينا عن السماء كانوا مقسمين الدنيا ثلاثة، يعني فوق السماء كأنه شيء قصر فوق كبير، ونحن على الأرض، وتحت جهنم. هكنا نتصور الأمور أنه تحت موجود جهنم. هلا هاي طريقتنا البشرية، وهي جاية من العالم الوثني، لكن في صور وعلى موجودة. نحن بالنسبة لنا صرنا على مستوى الإنجيل وعلى مستوى الجسد الذي يترك كل ما يرتبط به في الأرض، يعني كل شيء أخذناه عن الأرض، لحماتنا ودماتنا وعظامنا وثيابنا ومصرياتنا وبيوتنا والأراضي اللي خدناها من إخوتنا ومن اليتامى من الأرامل، أو كله صوب يبقوا. نحن ساعتها بصفي عمق شخصيتي، هاي القوة، عمق شخصيتي هي عن تعصب، وهذا عذاب لا يحتمل أبدا. مسنيار، عم نحكي انه رح يكون في عذاب لا يحتمل، عذاب ابدا ما له نهايه، يعني هي يمكن هون اللي بحس انه بخوف اكثر، انه لما بيعرف الواحد انه عذاب هيك يمكن كم نهار كم شهر كم سنه ماشي الحال، بس هون بقول انه عذاب ابدا يعني الى ما لا نهايه. طيب الله بيكون عم بيشوف انه هيدا الانسان هالقد عم بيتعذب، ما رح يعمل شيء تيخفف هالعذاب؟ يعني رح يضل واقف عم بيتفرج الله على هالإنسان اللي هالقد عم بيتعذب، إنه أوكي لو هيدا الإنسان بإرادته هو وصل حاله لهيدا المحل، مثل ما شفنا الغني استغنى عن الله فوصل حاله إلى الجحيم إلى النار والعذاب، بس إنه الله ما بيعمل شيء إنه لما هالإنسان رجع وقف قدام الله وشاف الحقيقة عرف حاله إنه هو غلطان وما كان لازم يستغنى عن الله وبحياته غلط، ما رح يعمل شيء الله ليخفف هيدا العذاب؟ رح يتركه يقف يتفرج عليه؟ هلا اللي بيقولوا النار جهنم يعني حضور الله، انت قلت سر وانا سر، شو بيعمل ربنا؟ ربنا اذا هو حضوره على مستوى جهنم، هيدا النار اللي بيقولوا اذهب الى النار، والنار ما ننسى ابدا هي رمز الى حضور الله، شو بيعمل الله؟ أنا بقلبي بقول ربنا رحوم، بس شو بيعمل ربنا؟ أبعرفش، ولا فينا نعرف، ولا فينا نعرف ليش أبدية، هي كلها سوا هذا، اللي احنا اتكلنا على رحمة الله مؤكد، بس متبقلنا اللي من مثلا، لأنه إذا انتبهت بالابن الضال كثير مهم، بيقول توسل إليه، بعدين حلو وكثير حلو بدي أقريها للناس يكونوا يفتحوا معي مع الشيخ 15، كثير مهمة. بيقول هون فغضب ورفض أن يدخل، إذا رفض، فخرج إليه أبوه يرجو منه أن يدخل، فقال له خدمتك كل هذه المدة. إذا بننتبه بالآية إن شاء الله يكون فتحتوا أحبائي لوقا 15، مش بعيد عن نص هذا 19، خدمتك كل هذه السنين وما عصيت لك أمرا وما أعطيتني جديا. إذا بننتبه هون كأنه مش في رفض، ما عطش الجواب، وهيدي كتير بقوله الشراح كتير بحب أنا هيدي، هاي كأنه عم بيقول أنت يا ماري تيريز وأنت يا بونا بولوس أنت يا وسيم وأنت يا كريستين وأنت يا شو اسمه يا جهاد، كلكم عم تساعدونا حتى نوصل كلمة الله، إذا كنتوا أنتم محل هالشاب في كريستين على نور الشرق كمان، بعد كريستين أتي على نور الشرق إيه. فأذن إذا هؤلاء الخمس نحن عايشنا مع بعضنا هلا، أنتوا كيف بتعملوا أنتوا؟ هو هون ما بيعطيش جواب، لأنه قال رفض أن يدخل، يبكي وقت رجبي وما بعرف من هيك. نحن هل اتكال على رحمة الله، شو بدي يعمل ربنا؟ تقول فاز ايه بسيطة، انا ما قلت شيء، انا عم بقول هوني معك الجواب النهائي. بس هون يعني ظهر يترجى تيدخل، هيدي
يعني نقدر نفهمها مونسينيور انه هيدا الفرصه اللي بيعطيها الله للانسان قبل ما يموت. اذا بعد هل بقول مربوط بطرس بقول اذا تاخر ربنا ليعطيكم فرصه للتوبه، بس انا بدي شدد، هي صح قلتيها منيحه، بس بدي شدد انا هل ترجى ابوه هام ما قالش بعدين رفض تاني برا انه رجع دخل ما بعرف خليها مفتوحه تا كل واحد منا يعرف حاله انه بعد في مناسبه كيف عند ربنا. لانه هون الصراع ما بعرف اذا نكون عندك سؤال من هالنوع. لا بس بدي افكر بهي الفكره، يعني بعد الموت بيضل في مجال نصحح مسيرتنا اللي كانت قبل. ما حدا بيعرف ابدا، بس انا بعرف انه هون بالنص، نص الانجيل انا كثير بشدد، انا بفوت بالانجيل خلي يفوت بعظامي وبقلبي، ما بيقولش تاني مره رفض تاني مره. كثير مهمه. ما بقولش رفض تاني مره، اول مره رفض توسل الي، يمكن قال له اي يا بي مثل بدك يا بابا. شفتي كيف؟ بينما ها ما بيقولش. يعني تذمر انه ولو هيك بتعمل فيي ها؟ يعني بيقول له يا ابني انت معي كل في كل حين وكل ما هو لي هو لك. اذا ما فيش اذا بدنا عناد او رفض متواصل لجهنم. هلا كيف ربنا بيعمل ناس ما بنعرف شيء، بس بنعرف انه هالعذاب واضح جدا. كيف ربنا بيتعامل مع هالمعذبين؟ هو بي، هو ام، هو رحوم. اذا بدك بقلب بقول كيف شكل هالشيء هذا، بس بنشوف الشخص بقول انا ما بدي، انا ما بدي، وبيعاند وبيرفض. وهذا اكبر سر بتاريخ الكون، ان انا المخلوق الضعيف اللي رايح الى الموت الى اخره بدا اقول ربنا لا. هيدي ما حدا بيقدر يتخيلها بالعالم كله سوا، اني اقول لربنا انا لا، انا ما بدي. بتتذكري مثلا الشاب الغني اللي جال عنده، اذا شئت ان تكون كاملا بع مضى حزينا، مضى حزينا لانه كان ذا مال كثير، مثل صاحبنا بدكي مش مستعد اعمل مثل بدك، مش مستعد امشي وراك، انا مش مستعد امشي حسب وصاياك. بهيدا الاطار يعني حول هيدا النص مونسيور، في عنا سؤال من خينا انطوان عذر يلي بنوجه له تحيه، عم بيحكي عن يوم الدينونه انه الرب يقول تعالوا يا من باركهم ابي رسل الحياه الابديه، ليلا عن شماله اذهبوا عني يا ملاعين الى النار الابديه والعذاب الابدي. فهل يتم التعذيب الى ما لا نهايه ولا يكون لهؤلاء الاشخاص اي مصير اخر غير العذاب الابدي؟ يعني هذا اللي بعدنا عم نحكي فيه، ولكن نقدر نوضحها بعد لان بركي ما كان انتبه. هي كلمه الابد. هلا كلمه الابد هيدي يعني انه ما لا نهايه، بس في ما لا نهايه على مستوانا نحن البشر، في ما لا نهايه على مستوى الله. شفتي كيف؟ ايه. هلا شو معناتها الى الابد؟ ما حدا بيعرف شو معناتها، لكن بكفي عذاب اذا اخذنا هو فيش ايام مثل لك ساعه، عذاب يوم واحد ما في ابشع منه. هل قلت لك الطفل اللي عن 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 شيله عن امه، شفتي كيف؟ نعم. عذاب كبير كثير. هلا شو معناتها الى الابد؟ بس تعرف مونسيور احيانا فكره جهنم والعذاب يعني هي وكانها تعزيه لبعض الاشخاص يلي بيكونوا عم بيعيشوا حياه كثير منيحه على هالارض وعم بيضطهدوا وعم يعني ناس عم بتعذبهم وهيك وتاذيهم تقتلهم، فبلاقوا تعزيه انه اوكي نحن هلا عم نتحمل بس هن بعدين رايحين على جهنم، رايحين على العذاب، انه الانتقام رح يكون بعدين بالنسبه أو اللي مش مسيحية. لا لهم مظبوط، هي منه فكر مسيحي، هذا فكره ما هي الخي الاكبر يلي باقي خارج. يعني هو اعطانا انجيل يسوع. نعم. هودي اللي اشتغلوا 12 ساعه وكل واحد اعطاهم دينار رمز الى الحياه مع الله. هوديك نرفزوا اشتغل 12 ساعه، اشتغلوا ساعه مثل هذيك، هودي مش مسيحيه. المسيح بيتمنى انه البشر كلهم سوا يكونوا بالسماء.
بس هيك ساعتها بيصير يقول هذا المسيح اللي انا بدي هالقد اعيش تقشف وعيش اسى وتعتير وفقر وما بعرف شو، واخر شيء كلنا مثل بعض. اذا شفت واحد عم ياكل شغله بشعه باكل مثل شغله بشعه. لا يا بنتي، نحن نتطلع بيسوع المسيح بس. وكل مره في كثير ناس انا يا ابونا كل شيء بنصلي نحن ولك هول جيراننا، هاي مالهاش عز، هاي ولاد صغار، هاو سيدي بيبي. نحن هون بالشرق بتعود على الشيء هذا. انا ما انا سعيد مع ربنا. ليش انا قلت مرت ماضي على السما؟ انا سعيد مع ربنا، انا ايش سما انا هلا ما سعيد. ليش شو بدي روح اطلع فيه هذيك؟ شو بدي منه؟ ما انا عندي ملء السعاده. شفتي كيف؟ كثير مهمه هيدي. هالاشخاص بس بقولوا ان شاء الله يروح على جهنم وان شاء الله كذا، بلاقوا تعزيتهم بهالطريقه. اول شيء ما بقول المزمور انت تلعن والرب يبارك. نشكر الله ربنا بيسمع. لو بيسمعنا ربنا كنا صرنا كل العالم بجنة. كنا رحنا. اي نعم. في كمان سؤال من خينا بسام حجازين، كمان بنوجه له تحيه. عم بيقول انه في اشخاص انه يلي تبعوا دين غير المسيحي، اشخاص اللي غير مسيحيه وبيؤمنوا بالله، شو بيكون مصيرهم؟ القديس بولس بالرساله الى روما بيقول لك نعم، بيقول اللي عندهم شريعه يدانون بحسب الشريعه، والما عندهم شريعه يدانون بحسب الضمير. شو الضمير؟ الضمير هو صوت الله فينا. شو بتكون الدينونه؟ ريناها ما من مره مرتين، طعمت الفقير، اعطيته العطشان، الى اخره، تعالوا يا مبارك يا ابي. هون على مستوى الدينونه بالاخر ما في فرق ابدا، كلنا سوا. وين المحبه؟ وين غير المحبه؟ المحبه تعالوا يا مبارك يا ابي. نعم. في كمان جوني باعت كذا سؤال كمان من وجه له تحيه، بيقول كيف استطيع ان ادع الله ينير حياتي؟ نحن بنقول ان كلمتك مصباح لخطاي ونور لسبيلي. فاذا كيف نور حياتي؟ كل يوم بقرا الانجيل او الكتاب المقدس او بصلي المذهبي عامهلي، وهيك ربنا بنور لي حياتي. ثاني شيء، ربنا هو نور العالم، افتح قلبك تستنير. كمان سؤال تاني من جوني، ماذا تعني كلمة خطيب مريم؟ هل تزوجت مثل أي امرأة؟ نحن بالمسيحية ما ببين أمور كذا الأبدة. نحن مثلا بقول عمل احتفال الزواج وبعدين راحوا على البيت. بالعالم الإسلامي مثلا كتب كتابه يوسف، كتب كتابه لمريم. نعم. هلأ شو ناقص بعد؟ يعيشوا مع بعض. ولكن مريم قبل ما تروح لعنده على البيت كانت حبلت من روح القدس، تكون شخص يسوع في حشاها. سؤال كمان، تفسير الحبل بلا دنس. يعني مريم هي الطاهرة كل الطهارة، من وقت اللي تكونت بحشا أمها حتى انتقلت إلى السماء لم تعرف الخطيئة. وعلى كل حال معروف بيرضى يسوع أنه أمه يدق فيها إبليس أو الشيطان، أقل شيء ما بيصير أبدا. نعم. تفسير الصعود الإلهي. الصعود الإلهي أنا كنا عم نحكي عنه هاليومين ثلاثة وعن نوعه. يسوع أتم رسالته على الأرض، خلص بيقول تركت الآب وأتيت إلى العالم وأترك العالم وأعود إلى الآب. خلص يسوع هوني. بدي شدد كتير انه يسوع لا بقى رح يوعظ، ولا بقى رح يحكي على التلفزيون، ولا بقى رح يهتم بالمرضى، ولا بقى رح يتألم. يتألم مش دي شرف، رح يتألم عنه اذا بدكم، ولا رح يصلي بقى. يسوع سلمنا نحن. فأذن وها بدي اقول كلمة مهمة جدا لازم نعرف، انه يسوع عمل قسم من الخلاص، قسم من البشارة. يسوع راح على استراليا، رحت على استراليا وراحت على استراليا. فاذا نحن وصلنا الانجيل، فاذا يسوع سلمنا. سلمنا. بحل في خبري بحب اقول للناس هلا، انه واحد قال له يا ربنا شو عملت؟ هذا معاق وهذا كذا وهذا كذا. قال له عملتك انت. انت هلا ورايح
نحن يعني جسد المسيح السري يعني الكنيسة هي التي تواصل عمل يسوع، ألام يسوع، ألام يسوع ناقصة معروفة هيدي. نعم، هذا اللي ذكرته الأسبوع الماضي، وفي سؤال من حوله قول. من أختنا مادونا بتقول إنه ما معنى الخلاص، حضرتك قلت إنه ذكرت إنه الخلاص مش كامل. فعم تسأل هون إنه ما معنى إنه الخلاص مش كامل. أهلا وسهلا فيك مادونا، ريح حبيبتي كولوسي 1:24 هيدي عندك كولوسي 1:24 أكملوا في جسدي ما نقص من ألم المسيح. أنا مش هنقول هذا بطرس بيقول وكلام يسوع يعني أكمل في جسدي ما ينقص من ألام المسيح لأجل جسده الذي هو الكنيسة. إذا هو قال كثير مهمة، ما سألوني سؤال قلت له أي يسوع، هلا نحن عندنا راهبات أو عندنا ناس بيهتموا بالمرضى، نحن في معاقين عندنا ناس بيهتموا بالمعاقين، إذا نحن هلا صار الشغل شغلنا. هو حاضر معنا بيقول هو كثير بإنجيل مرقس بيقول وكان الرب يعينهم وهو معنا، يعني أنا اللي بحكي بيحكي معي، أنا لما مهتم بالمرضى بيهتم معي، أنا اللي بتألم بيتألم معي، بس نحن اليوم صرنا مسؤولين عن البشارة، عن الكنيسة، عن الإنجيل حتى يصل إلى العالم كله. نعم، كمان جوني عنده سؤال، ماذا علي أن أفعل لكي أنال الملكوت؟ قالنا إياها ما سألوا الشاب الغني. أولا احفظ الوصايا، ثاني شيء شي وراي خلصوا تبعني. ماذا يريد مني يسوع المسيح؟ أنا كيف الواحد بيقدر يعرف شو بده منه يسوع المسيح؟ بلى، من أراد أن أول شيء بده يدعينا. مرة عشط البحر هو عم يدعينا، دعينا كنا واحد. هل هو يدعونا بعدين بقول متطلباته، من أراد أن يتبعني يحمل صليبه كل يوم ويتبعني. بعدين من أراد يكون خادمي وحيث أكون أنا يكون خادمي. بس أنا بقول بكل بساطة إن لم تعودوا كالأطفال، أنا بقول له عمري 80 سنة ما تصدق، أنا عمري سنة ونص، هديني بإيدي وخدني. شو بده يسوع منا؟ بيقول لنا اسمح لي هديك بإيدي وبتشوف وين بيخدنا. نعم، سؤال كمان من جوني، على فكرة جوني عم بيرسلنا من حيفا. أهلا وسهلا. نعم. ما هي الأرواح الشيطانية وكيف نبعدها عنا؟ لا، أول شيء بنخلطهم بعضهم. أول شيء في كلمة إبليس، إبليس ديابولوس باليوناني، بحط العصي بالدولي أو إذا بدنا الشيطان، هاو الكلمة هون بيقلنا مربولوس كنت عم نقريها من يومين، احذروا تجارب إبليس. إذا إبليس يجربنا. نعم. فإذا كيف يسوع غلب التجربة؟ رجع إلى كلام الله. إلى كلام الله. فإذا روح زني، ربنا قال لا تزني. من نظر إلى امرأة فقد زنى بها في قلبه. لا تقتل. ربنا قال لا تقتل. من غضب على أخيه، من موجودين. نعم. فإذا أعطانا الطريق. نعم. منعيش كلمة الله. وهو أشألنا أنا الطريق. والحق والحياة. وأنا بقولها بطريقة تانية، أنا الطريق التي تقود إلى الحق والحياة. ماذا يعني صليب المسيح؟ كمان هذا سؤال من جوني. صليب المسيح، إذا بدنا يسوع حمل الصليب، بس يسوع ما حمل الصليب بس أبو ساعتين ثلاثة، هو كل ألم كل حياته يعني. وكل حياته يعني شو هالشخص مثلا لأمه مهيئت له أول شيء، مهيئت له كل شيء، يقلعون ويروح يولد انك مطرح بعيد بالكاد عنده شيء صغير. كل هذا كان في حياتنا كلها اذا بدنا. نعم. بس الصليب ساعتها صار هو الذروه بحياه يسوع. نعم. ما هو الثالوث الاقدس القدوس؟ الثالوث الاقدس نحن عائله الله، الله الاب هو بي ام، عنده ابن اسمه يسوع المسيح الابن الوحيد، وساعتها ما بقى الوحيد، صرنا كلنا معه أبناء الله. أبناء وبنات. هلأ والروح القدس هو الحب، الحب الذي بيجمع أول شيء الآب والابن وبيجمع البشرية كلها سوا. لذلك مرة قلت لها لهونيك المعلمة عم تسألني
قلت لها لاولادك الصغيرين كلكم سوا مدعوين حتى تفوتوا لها العيله وتكونوا سعداء بحضن بيكم السماوي. نعم. كمان عم يسأل الثالوثي كم يونانيه ايش بدنا منها؟ نحن نقول بينا خلص بنقول له يا بينا السماوي في كلمه حلوه بنقول له ابا كيف كان يقول لك ابنك الصغير ابا ابا هيدا غنج لا يسوع كان يقول له ابا كمان انه هي غنج لبيه مش هو بس معك حق بس بزياده انا بقول له ابا ابا ان لم تعودوا كالاطفال بقول له ابا انا عم بيسال كمان جوني كيف يقدر يحصل على كتب تفسير الانجيل وكتب روحيه فلسفه ولاهوت هلا في اماكن عديده اليوم في بلبنان أو شي في التالي لوميير مكتبي هان في التالي لوميير في مكتبة بحريصة في مكاتب عديدة إذا كان قريب يقدر ياخذهم ولا بيطلبهم اليوم كثير ناس عم يطلبوا كتب من عندنا ما في مشكلة أبدا ما في كتب أبدا داكور في كمان مازن اللي بنوجه له كمان تحية بعت أسئلة بيقول برسالة يوحنا الأولى الإصحاح الأول آية 1 و2 يقول أن المسيح هو الشفيع عند الله ولكن كما نحن نعرف أن أمنا العذراء والقديسين هما الشفعاء عند ربنا يسوع المسيح هل ممكن أن توضح لنا هل الشفاعة لأمنا العذراء والقديسين ليسوع الإنسان وبدوره يسوع يشفعنا عند الله أم ماذا؟ في نظرة لبعض الفئات المسيحية الشفيع الوحيد هو الله وأنا بقول هاي الوسيط الوحيد هو الله وأنا بقول هيك ما بيقول ما في وسيط لكن وين عظمة يسوع يسوع خلصت مهمته هو قال لك خلصت أنت يا بولس وأنت يا ماري تيريز أنت الشفيعة معي أنا يسوع أنت بدك تتألم معي أنا يسوع أنت بدك تكون وسيط اليوم أنا هكذا كان في 6 مريضة نفسية وما أوصاقني مين ساعدها أنا يا ما يسوع أنا ساعدتها بس يسوع ايده بايدي نحن شفعاء مع يسوع وسطاء انا المعتر شفيع مع يسوع وسيط مع يسوع ومن هيك كنا نطلب انه نصلي لبعضنا البعض يعني لما بكون حدا مريض بقول لك ابونا صلي لي باي اساس يعني عم بقول لك ثاني شيء ما ننسى انه اللي بالسما هن احياء مش اموات ما اللي قالوا له ليسوع قال انا اله احياء ربنا اله احياء مش اموات فإذا نحن كلنا شفعاء مع يسوع وكلنا وسطاء مع يسوع وبالأحرى مار شاربيل وقديس رافقة ومريم العذراء بدنا نعيشين حد منه نعم آخر سؤال كمان من مازن لأنه الوقت انتهى ما هو الفرق بين يسوع الإنسان ويسوع الإله؟ هناك الطبيعتين الطبيعة البشرية والطبيعة الإلهية ويجتمعان بإقنوم واحد هو يسوع المسيح نعم. يعني مثل ما بقول نحن تبادل الصفات كل ما هو للطبيعة الإلهية تاخذ الطبيعة البشرية والعكس بالعكس فإذا هو يسوع طبيعتين في أقنوم واحد هو الابن أو الكلمة المتجسد كان آخر سؤال أنه في سؤال من طارق بيقول أنه ليه الله خلق الرضيع مثلا أعمى وهو يحبه أليس هذه جهنم بالنسبة له في حياته الدنيا وما ذنبه يعني لما بيخلق إنسان أعمى ولكن بتشير سرعة لو بيقرأ إنجيل يوحنا فصل 9 نعم من أخطأ هو يما والده نعم بيقول لا هو ولا أهله ما تفكروا ولا مرة في عميان هن شو اسمه سعداء أكثر كتير من ناس بيقشعوا فهذا اليوم أنا بعرف شخص أعمى عن يعمل دكتوراه بطريقة ليل عندنا ينام مثله هو فإذا نحن نتغلب على كل هالظروف البشرية ما بنفهمها نعم. ليش بس فلان أعمى ما نعرف إحنا بس بعرف أني أنا أتغلب على الظروف حتى أني كون شخصيتي وخصوصا أهم شيء بإلنا وهي بخلص كلامها أنا بنهاية حياتنا ندان على الحب معناتها حتى الشخص اللي عنده مرض نفساني أو مرض عادي أو أعمى إذا عنده حب بيسبقك وبيسبقنا وبيسبق كل الناس حيتسموا معنا. أوكي مرسي مونسينيور فإذا مشاهدينا استراحة وبنرجع لنتلقى اتصالاتكم ضمن برنامج الكلمة خليكم معنا. للقسم الأخير من حلقتنا وهو القسم المخصص للاتصالات.
فإذا بتحبوا تشاركونا بحلقتنا يلي موضوعنا كان عن جهنم، أو إذا عندكم أي سؤال تاني حول أي موضوع تاني فيكم تتصلوا فينا على 01-255-500. وإذا كنتوا خارج لبنان بتحبوا كمان تغنونا حلقتنا باتصالاتكم، ما تنسوا 00961-255-500. بذكركم أنه إعادة لهالحلقة فيكم تتابعوها بكرة الأربعاء الساعة 3:15 على نور الشرق، والخميس الساعة 1 عبر نور سات. موضوعنا الأسبوع المقبل هو الألم، ورح نكون عم نتأمل بإنجيل لوقا الفصل 13 من الآية 10 للآية 17. كمان بدي أطلب منكم مشاهدينا صلاة كرمال شاب عنده مشكلة بقلبه وحياته صارت بخطر، فأمه اتصلت فينا اليوم وطلبت أنه نكون عم نحمله بصلاتنا، فبطلب من كل المشاهدين أنه يكونوا عم بيصلوا له. ونبدأ مع الاتصال الأول. سلام المسيح. سلام المسيح بقلبك يا رب. بقلبك روح الرب معكم. لو طولت شوي صغير بليز ما تقطعوا لي الخط لأنه بدي أحكي حكي حلو كتير. نعم تفضل. مين معنا؟ معك توني. أهلين تفضل توني. روح الرب معكم مع جميع مؤمنية لليوميات. وبقول لك لليوميات مبروك عيد الميلاد لعنصرة 25 سنة على تأسيسها، الله يحميها ويباركها. أرسل روحك أيها المسيح فيتجدد وجه الأرض. أمين. اختي ماري وبابا بولس، يسوع يقويكم ويبارككم. بابا بولس، المال أصل كل الشرور. يا ريت كل العالم بيسمعوا هالحلقة وأغنياء وفقراء وبقول لهم أنا الغني غني بالله والفقير فقير بالله. هالليلايات يا سيطون يقويك. ركبوا على خزينة 70 مليار دولار، هو مش مليون ومليونين مليار مليار. عش بدنا من ريستوف لحبيبه. الغني هو غني بالله، كل الغنى باقي هو فقر. أهلا طوني وربنا يباركك ويقويك. نعم. بهالعيد الحلو العنصرة. نعم. شكرا طوني على اتصالك وشكرا على معياتك لنا. وبناخذ اتصال جديد. سلام المسيح. الو الو، اتصال جديد. وين الاتصال؟ نقطع؟ يمكن نقطع الاتصال؟ ننتظر اتصال، تحويل اتصال جديد. يعني اتصال جديد. سلام المسيح. الو تفضل حضرتك على الهواء. وسيم وين الاتصال؟ قطع كمان. بدي اشبه مخربط التليفون. في عنا مشكلة بالسنترال. الو. نعم. نعم، ما لحتى يشوفوا كيف بدهم يزبطوا الاتصالات رح اسألك ابونا عن شخص عايش بالسويد وعم بيقول انه اولوية بدهم يعملوا اخوية، فاذا ممكن زودوا باي معلومات عن كيفية الانشاء والفعاليات الخاصة فيها، وأي معلومات أخرى كيف نسيرها وكم يكون الاشتراك الشهري. أول شيء الأخوية، كلمة أخ، أخ وأخت. أنا أخوة. وخاصة هؤلاء اللي عايشين برا. نعم. ومفرقين كتير مهم إنهم يجتمعوا. هلأ أول شيء دائما كل شيء بيكون فيه نواة صغيرة مثل التلج، مثل كرة التلج، نواة صغيرة بصروا تكبر شوي شوي. مثلا بيقدروا مثلا اذا كانوا بعار خاصه مثل السويد بلد واسع بيقدروا مثلا يجتمعوا مره بالشهر. وهلا على كل هالسيستم كل هالسيستم القضايا اتصالات بيقدروا يتصلوا مع بعضهم. فهمت كيف؟ هلا بالنسبه للاشتراك هني بيشوفوا ايش عندهم مصاري، اذا هني بدهم يساعدوا الفقراء واذا عندهم امكانيات بيكون بالصندوق في امكانيات حتى يقدروا يوصلوا يساعدوا الناس. نعم. هيك؟ او اذا بدهم يعملوا شيء مشروع منشان الكنيسه، منشان حدا مريض منهم، منشان كذا، هون هن بيتفقوا على هيدا. بس اهم شيء ببلشوا نواه صغيره 4 5 6 7 وبصيروا يتوسعوا شوي شوي. اوكي. رح نشوف اذا مش الحال. اتصال جديد. سلام المسيح. سلام المسيح معك. ومعك سلام المسيح معك ابونا. خلينا اياك. مين معنا؟ ام هاتي.
تكواني. يا أهلا. أهلا. أبونا بخصوص الأشخاص يلي الرب بيقول لهم اذهبوا عني لا أعرفكم. علي صغير صوتي عشان نسمع. بخصوص الأشخاص يلي مش يعني راضين الرب بيقول لهم اذهبوا عني لا أعرفكم. سمعني؟ نعم. هيدا بمجرد حضرتك مثل ما قلت بمجرد يقول لهم هيك المسيح هيد راحوا على جهنم. هن هيدا جهنم. بمجرد انه الرب يبرم راسه ما يعترف فيهم منن ولاده. هلا الولد الصغير بس يزعل منه بيو او شيء شو بيعمل؟ بيحاول المستحيل تيراضي بيو تيرجع يرضى عليه البي. كيف اذا هالشخص زعل الرب وقال له اكثر من هيك من زعل انت خلص ما بدي هيك. هيدا جهنم بحد ذاته. هيدي اول شيء. ثاني شيء يا ابونا ثاني شيء من اعمال الانسان الاعمال ليس من اعمالك لا يفتخر احد. يعني الاشخاص مش باعمالهم المعرفه بدنا نعرف الرب هو اعلى. أن كل من يحيا ويؤمن بي لن يموت ابدا. انا هو الباب. لازم الانسان يعترف بالرب يسوع يقدر يروح لعنده. نعم استمتم. شكرا كثير حلو اللي قلتي. ميرسي كثير لك ولك يا مدام. تشبيه كثير حلو بالاول. ايه اهلا. نشكر اختنا وناخذ اتصال جديد. سلام المسيح. بصار بقلبك يعطيك العافيه. الله يعافيك. تفضل. نعم عم نسمعك. تفضل. نقطع الاتصال. الو. نقطع الاتصال. نعتذر من خينا الاتصال انقطع. مول مرة فرجع حاول تتصل قبل ما تخلص الحلقة وراح نشوف اتصال جديد. ناخذ اتصال جديد. يا الو. الو سلام المسيح. قطع خط كمان. سلام المسيح. عنا مشكلة عم بنقطع الخطوط ما بعرف شو عم بصير. نعتذر من الأشخاص اللي عم بتلفي عم بنقطع مع الخط. كمان اتصال. سلام المسيح. ما قدر يحولنا كمان رجع نقطع الاتصال كمان. بدي أسألك بالنسبة لجهنم مسنيور فينا نقول إنه جهنم هي لردع الشر والإجرام تنخوف العالم إنه الكنيسة أو وقف في جهنم بس تفزع الناس انه ايه لحتى نقدر نرضى هيدا الشر. يعني انه اذا ما بت يعني اذا ما بتخوفهم انه في دينونه وفي جهنم وعذاب ابدي وهالاخبار. طيب كيف بدنا نرضى الشر ونحن عم فزعهم وبعدهم عم يروحوا بالشر؟ ايه بس خففنا كثير. يعني في كثير ناس كمان كانت راحت بالشر ولكن خوفا من جهنم وقفت. مع العلم انه نحن ب لما بنعترف فعلا ندامة انه بنقول انه نحن بنقصد انه نهرب من كل سبب خطيه مش لانه خوفا من الجحيم او طمعا بالنعيم ولكن لانه هالقد بنحبك يا الله. نعم. هلا قبل ما تجاوبني عم بقول لي انه في اتصال. خلينا نشوف اذا بنقدر ناخذه ما كمان راح ينقطع. سلام المسيح. سلام المسيح. معك جوزيف من عين رماني. اهلين خينا جوزيف. تفضل. انا بدي اسال سؤال للمسنيور الغالي. بقول له انه بوجود القيامه بوجود القيامه في جهنم. هل في جهنم مظبوط يا ما كذبه؟ هلا اذا يسوع يقول اذهبوا عني يا ملاعين الى النار الابديه انا ما عندي جواب غيره حبيبي. ايه ميرسي ميرسي مونسيور. اهلا. المسيح. الو. الو نعم. الو. الو نعم. سلام المسيح. ماري داو من امريكا. اهلين ماري. ماري داو. نعم. كيفكم اليوم؟ الحمد لله. شكرا لله. اشتقت لكم هذيك الجمعتين ثلاثه. ونحن اشتقنا. صوتك. يا ثانك يو. عم بتكون صعب شوي لاوصلكم للحقيقه. ايه. ونعطي دور لغيرنا كمان تعلمت من اندرو. انت حاولت لازم نعطي دور لغيرنا. ماري.
انت حاولت تعرفني لليوم انت؟ لا والله بدي احكيك على كل حال انا لانه لحغير مطرحي بهالجمعتين. ايه الله ربنا يرافقك. ايه سامعينك. انا بحكيك. انا اول شيء على موضوع اليوم بحب اقول وأولى للمستمعين كلهم انه ابونا بولس اللي بقول له اياه لابونا بولس هو شالني من جهنم اللي انا كنت بدي اعلق فيها وقت اللي خسرت ابني. لانه يوم اللي توفى ابني ابونا بولس على الشاشه، هاي عم بحكي من 9 سنين، انا ابونا بولس على الشاشه وانا كنت دور دائما لاسمعه ليعطيني روح لحياتي، وبطلع بهداك النهار بالذات عم بقول جهنم هي مثل حريق قلب الام اللي بتخسر ابنها بذات النهار. وهيدي هي ابونا بولس، وبحب دايما تشاركها مع كل الناس لانك غيرت لي حياتي وعطيتني قوة كتير كبيرة تقبل اللي مشي معي. ونشكر الله، ما في زوم افتح الموضوع اكتر من هيك. بس عندي سؤال مهم. قولي. اوقات الازمنة انا صرت محتارة شوي بفهمة هيدي، يا هل ترى السؤال اللي صار براسي، يا هل ترى في عنا ازمنة تمرق بتروح وبتجي نحن على الارض؟ هيدي مش فهمانتها ابدا، يعني الفيزيكس اهون لي بكتير. شغلة تالتة، عندي رجاء اذا فينا نتابع الرؤية، لانه انا بالمرة بالنسبة للرؤية كأنه غاشي عندي، وبس شرحته مرة بقسم منه بحلقة كتير تحت فيه. سو ما بعرف اذا في مجال، وانا بشكركم كتير و God bless you all، وانا برجع بتصل فيك ابونا. خلينا هيكي لك يا ست ماري، عند اليونان كانت الامور ترجع مثل الدولاب، بنرجع عن جديد عن جديد عن جديد. نحن بالمسيحية لا، نحن طريقنا يسوع المسيح، ونحن بنمشي وهو اذا بدك بيبعد حتى ظل نحن رايحين لعنده. مثل ما بتقول عروس نشيد الاناشيد، بتفكر انها وصلت عند يسوع المسيح، ولكن يسوع المسيح هي ما بدها بعد، لانه نحن قد ما مشينا تنوصل مثل الله، الله لا محدود. كونوا كاملين كما ان اباكم السماوي. نحن رح ضل نمشي بخط، بس بخط صاعد مثل بقلت هك ساعه، شرط انه ربنا يمسك بايدنا منضل ماشيين. وممنوع الرجوع الى الوراء، الرجوع الى الوراء هو موت، تطلع الى قدام هو حياة، لأنه الله هو رب الحياة. نعم. نشكر ماريا على اتصالها، ناخذ اتصال جديد. سلام المسيح. سلام المسيح بقلبكم. بقلبك. معك المحامي أديب زخول. أهلين متر أديب. كيف الصحة؟ الحمد لله. نحن من حي أبونا بولس السيد الكبير. شكرا حبيبي. إيه. نحن بس تمني إذا في مجال يبقى كمان يتطوى على الكاتيشيزم بالإنجليز كاثوليك، التعليم الكنيسي الرسمي العنوع، يعني في مواضيع متطرق لها مثل الجهنم مثل الملائكة وإلى آخره من هالحقائق، لأنه يعني مش واضحة كتير بعد الفكرة إلا ما تتاخد من جميع جوانبها. يعني منشوف كمان مثلا مع أولاد فاطمة فرجتهم جهنم هيك، مع أقوال القديسين في أكثر من قديس وأكثر من رؤى هيك، منشوف التقليد شو عم يحكي عن هالموضوع، تعليم الكنيسة عبر 2000 سنة شو حكي عن هالموضوع. أهلا بتذكر لك حبيبي، أنا ما بعرفهنش، أنا بعرف بس الكتاب المقدس، وهن طالبين مني أحكي كتاب مقدس. يمكن بقى بتشوفوا حدا غيري، ما في عندنا كتير لاهوتية بهالطائفة بهالطوايف اللي بيحكوا هالأشياء. أنا اختصاصي أنا كل النهار والليل عن أقرأ إنجيل مثلا، هل كل الكتب عم تحكي عنها، بس انا ماني اختصاصي فيها، وانا بحب اكون مرتاح لما بدي احكي. ان شاء الله بيكون عندكم حدا تطلب الاخ نور، حدا لاهوتي يقرا معكم تعليم مسيحي على سنه كامله. نعم. مرسي متر زخور على اتصالك. ناخذ الاتصال الاخير. الو. الو نعم. سلام المسيح. سلام المسيح بقلبك. بقلبك. معك مارون. اهلين مارون. بأول الحلقة حكي عن حكيته عن جهنم، إنه هي محرقة زبالة على الأرض،
بعدين طور عن تعريفة جهنم انه في نار وعذاب من وراء النار. وبعدين رمز النار حكي انه رمز النار في الكتاب المقدس هو الله من ميل. ومن تاني ميل كمان انه من احدى امور تعريف جهنم انه الانسان اللي بيموت بروح جهنم بيكون ابتعاد عن الله. فكيف في هيك يقرب لنا اياها على عقلنا على قدنا مثل ما بقول. اهلا وسهلا. لا عندنا كل الثقه فيكم. لا انا ضد كل الثقه. نحن لما حكينا عن جهنم لانه اخذنا الكلمه نحن معنا هالشيء نحن ابعد من راسنا ما بنعرفوش. بس سؤال كتاب مقدس قالوا هيدا نار لانه اكثر شيء بيعذب النار. هلا نحن قلنا النار هو حضور الله. حضور الله. وكثير عجبتني كلمه ماري ضوء. الله بيحترق قلبه قبل ما نحن نروح على جهنم قد ما بيحبنا. لا قداش كثير حلوه هالكلمه الاتا ماري. هلا نحن عم نقول انه بطريقتنا اليوم مع العهد الجديد هيدي كلها اسماء. نحن اهم شيء عذاب جهنم هو البعد عن الله. ومثل ما قال لها باول شيء هو التمزق. مثل انا بدي اخذ ابني وحدا بده اشطني او بالاحرى هو رافض. فاذا هذا اللي عم نحكيه نحن. اذا واهم شيء لانه نحن فرحتنا بيقول الكتاب فرحتي ان اكون مع البشر. الله بيحب يكون بيناتنا ونحن بنقول له أبداش. وهيدي أول شيء قلب ربنا بيحترق كل واحد بيروح على جهنم. هذا عظمة الله. نعم. يمكن لنقدر نفهم مونسيور هيك قديه الله إنه حرقة قلبه على الإنسان اللي بيروح على جهنم هي قديه حرقة قلبنا على إنسان هالقد بنحبه بيموت. يعني ذات الشيء يمكن هون بقدر نفهم عن جد الله. انت خذ الشاب الغني. الشاب الغني مضى حزينا لانه كان زمان كثير دش زعل يسوع لانه بقول نظر اليه واحبه. نعم. يعني حزن يسوع والله على هالشاب يلي بيرفض يمشي معه مثل لما انسان بيموت قديش بنحزن عليه ومنبكي. هيدا نفس الشيء يمكن بالنسبة لله. نعم. هاي صورة بعيدة. أنا هل لأنه نحن محبتنا محدودة وهل قد بنحزن. ربنا محبته لا محدودة. ليش بده يكون حزنه لما لا سمح الله منه. نحن بنحكي بطريقة البشرية. نعم. فإذا مونسيور كنا حكينا بس سؤال حتى ما ضل بلا جواب إنه هل إنه فينا نقول إنه هي جهنم منا موجودة ولكن اخترعت لحتى لردع الشر؟ بده يكون يسوع المسيح اخترعها. إيش عارفني بنتي؟ قلت يسوع اخترع. يعني المهم نفهم إنه هي موجودة. إذا يسوع اخترعها بدي أعمل له أنا ما أنا العالم الآخر أبعرفوش أنا. بس نعم. يسوع بيعرفه. إذا خبرنا عنه بده يكون مظبوط الخبرية. يعني هي موجودة ولكن استعمل كلمة جهنم لا يقدر يعطينا الصورة تنقدر نحن نفهمها. هي الكلمة. إيه الكلمة موجودة. موجود. ولكن الواقع موجود. هلا في كلمة جحيم وكلمة بنستعمل كلمات عديدة. نعم. بس اليوم في جحيم في جهنم. بس هي كمان الأنفير بالفرنسية وباللاتيني هي الأسافل حاسة تحت الأرض. هاي أشياء عديدة. هو في الواقع. في الحقيقة لما يسوع بيقول لهم امضوا عني يا ملاعين إلى النار الأبدية. هيدي كلمة مين بالأستاذ يقول هيدي اختراع. اختراع مين؟ ايه؟ الوقت انتهى. انتهى. زوادة روحية. زوادة روحية كتير حلوة. خمس إخوة والغني. يا ريتهم كانوا مع بعضهم. ما حدا بيروح على السماء وحده. بقدر ما نكون مع بعضنا هنصلي مع بعضنا هنتشفع بعضنا هنتوصل لبعضنا هنعطي ذاتنا لبعضنا نحن بنكون بالسماء. وإلا كل مرة منحط البغض والحقد بنكون عم بلش نحط جهنمها بانتظار جهنم التاني. شكرا مونسيور. مشاهدينا هيك بتكون انتهت حلقتنا لليوم. موعدنا بتجدد بإذن الله الثلاثة جاي الساعة 9:30 مساء. حتى نلتقي بترك معكم سلام الرب يسوع.